مرحبا بكم في كوزينتي، كوزينة دو توت لي بون مامان. اليوم نشوفو طريقة تحضير كاطو الكوكياج. للكيفية نحتاج 250 غرام تاع مارغارين، نحتاج حبة بيض، نحتاج لافاني، نص باكي لا لوفور، نحتاج 400 غرام تاع كاوكاو يكون محمص مليح ومرحي، نحتاج 125 غرام تاع سكر غلاس، من مغرفة ونص حتى لزوج مغارف تاع كاكاو. فرينا باش نطم. للتزيين نحتاج كمية صغيرة تاع شوكولاتة البيضاء ووحدة اولي ولا سوداء. نحتاجو بيان سور مول سيليكون، انا خيرت هادوما، نتوما الا عندكم تاع حلزون ديروا تاع حلزون. وندوزو لطريقة التحضير. التحضير نبدا نخدم الزبدة مع السكر، البيض، لافاني، الكاكاو، نخدمهم مليح اون كريم من بعد نواسي. لازم الزبدة تكون فريمون طرية باش تعاونكم. شوفوا غير دخلوا كامل المكونات ولا وين كريم، نروح نضيف الكاوكاو، نضيفه كامل ونخلط. شوفوا الكاوكاو ما كاين حبيبات، قعدوا هكذاك يجوا ملاح، كيجي هكذاك شويه مددشش. دوكا نروح نزيد الفرينه ونطمو، ما ننساش قرصه تاع لا لوفور، نص باكي تاع لا لوفور هذاك نزيدو ونبدا نلم. نفلم العجينه تاعي، ندير دي بتيت بول، العجينه شويه تتكسر على جال الكاوكاو كيحرش، نعجنها شويه هكذا ونحطها في لو مول تاع السيليكون. هنا راني عمرت لي مول السيليكون تاعي، راح نديرو يطيبو في فوق، راهو ديجا مسخن. هنا يعني خرجت لي بوتي فور، طيبتهم على 200 درجه لمده 17 دقيقه. ما تنساوش بلي هذا سي دو شوكولا، دونك ما يبان لكمش الطياب، يخرجوا شويه طريين، نتوما خرجوهم. انا هنا درت شويه صغار وشويه كبار، نخليهم يبردوا ونجوز نغلاسيهم. نجوز لو غلاساج تاع لي كوك. واش ندير؟ نحكم مغرفه بالظهر تاع المغرفه ونحكم الشوكولاته لا البيضه. واش ندير؟ ندير ضربات برك، ما لازمش نغلفهم كامل، شغل بلايس بلايس كما يقولوا، ضربه بضربه. نسبق بالشوكولا البيضاء من بعد نشوفوا كيفاش. من بعد فوق هاد الشوكولا البيضاء نحكم الكاطو تاعي، نغطسو في الشوكولا السوداء، نغطسو نقطرو مليح ونعاود نرجعو هنايا. نغطسها مليح باش تخرج مليح لومبخانت. يعني حطيت ميغاتو في الثلاجة بعد وقت، تشوفوا كي نديموريوها تعطيك شكل تاع كوكياج. نروح نقيهم شوية ونحطوهم في لي كيسات ومن بعد نتلاقاو في طبق التقديم. فوالا غاتو لي كوكياج تاعي راهم واجدين بالشوكولا، ان شاء الله تعجبكم الكيفيه. انا درتهم بالكاوكاو، سييتهم باللوز، ما جاونيش بنان كيما الكاوكاو. انتما الا حبيتو تبدلو ديروهم بلي نوازات ثاني كيخرجوا ملاح، او يخرجوا زاكين، يخرجوا لكم اكثر من 55 حبه. ان شاء الله تعجبكم الكيفيه وتنجحوا في اعدادها. ميرسي.